بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لمستحق الحمد، الحمد للقائل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على النبي الأمين القائل: رفعت الأقلام وجفت الصحف، وعلى آله وأصحابه أجمعين وزوجاته الطاهرات الطيبات أمهات المؤمنين. السيد رئيس مجلس الشورى الوطني، السيدة رئيس المنظمة النسائية، السادة أعضاء المكتب السياسي، السيد نائب رئيس الجمعية الوطنية، السادة والسيدات الكرام، أيها الإخوة، أيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أدرك أننا اليوم وبجد دخلنا مرحلة العمل والنزول إلى الميدان ومخاطبة الجماهير وإقناعها بالبرنامج الإصلاحي لحزبنا وبرؤيتنا التغييرية، وهي مهمة أثق تمام الثقة أن التواصليين عموماً والمرأة التواصلية خصوصاً قادرة على القيام بها وعلى أكمل وجه. وبناءً على ذلك سأكتفي بخمس رسائل مختصرة وسريعة إن شاء الله. الرسالة الأولى رسالة وفاء، رسالة إلى أختنا الغالية الشهيدة بإذن الله الأخت خداجة سيدية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها في الشهداء. فهذا الموطن من المواطن التي يجب أن تذكر فيها الأستاذة خداجة. وعندما أتكلم عن هذا الموطن إنما أتكلم عن موطن التضحية والبذل والجد والعطاء وخدمة دين الله وشرعه بإخلاص وتفان وخفاء ووفاء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمها بواسع رحمته. نعم، لو كانت خداجة بيننا اليوم لكانت في هذا الجمع الكريم، لأنها لا تفقد عندما ترفع راية التواصل وعندما ترفع راية الإصلاح. كانت خداجة دوما سباقة وفي المقدمة، لكن الله اختار لها جوار نبيه صلى الله عليه وسلم، اختار لها أن ترحل عن دنيانا الفانية إلى مرافقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اختار لها أن ترقى روحها وهي في مدينة الحبيب صلى الله عليه وسلم، اختار لها أن تكون بجوار نبينا صلى الله عليه وسلم، اختار لها أن تدفن في البقيع. نسأل الله أن يجزل لها المذوبة وأن يجعلها ممن يدخلن الجنة من غير حساب ولا عقاب، وأن يسقيها من حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الرسالة كذلك أترحم على أرواح شهداء جيشنا الوطني، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمهم وأن يجعلهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أترحم كذلك على شهداء مقاومتنا في غزة الحبيبة، نسأل الله أن ينصر إخواننا نصراً عاجلاً غير آجل، وأن يمكن لهم في تلك البلاد، وأن يرفع رايتهم فوق بيت المقدس بإذن الله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أترحم كذلك على شهداء
الجوع، شهداء الذين قضوا في الأيام الماضية من الجوع، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمهم وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان. الرسالة الثانية هي رسالة للمرأة التواصلية، وهي تحقق هذا السبق بتنظيمها لهذا المهرجان الحاشد، هذا المهرجان المنظم. لكن لا ضر، فقد عودتنا المنظمة على أن تكون رائدة وسباقة في كل مجالات الخير والتضحية والبذل والعطاء، فلها مني جزيل الشكر وعظيم الامتنان. نعم، عودتنا أن تكون سباقة في المجال المؤسسي والتناوب والتداول على رئاسة المنظمة، فنحن بحمد الله في هذه القاعة نرى رئيسات سابقات للمنظمة النسائية، فلهم مني جزيل الشكر وعظيم الامتنان. عودتنا كذلك هذه المنظمة أن تكون سباقة في ميدان البذل والعطاء والجود والتضحية والسخاء بمالها وحليها وكل ما تملك في سبيل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى والتمكين لدينها. عودتنا أن تكون حاضرة في الميادين معبئة وموجهة ومقنعة للجمهور بخيار التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل. عودتنا هذه المنظمة وعودتنا المرأة التواصلية أن تكون سباقة لكل خير كما قلت سابقا، فحق علينا جميعا أن نقولها بصراحة ووضوح وصوت قوي: هنيئا لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية بالمرأة التواصلية، هنيئا للشعب الموريتاني بالمرأة التواصلية، فإنها مصلحة هذا البلد، وهي التي تعمل وتواصل العمل الليل بالنهار من أجل إعلاء كلمة الله ومن أجل إقامة العدل والحق، فهنيئا لهذه المرأة التواصلية. نعم، إنها فخرنا، إنها تاج رؤوسنا، إنها محل ثقتنا، إنها محل تضحيتنا، إننا نثق من خلالها بالنصر بإذن الله تعالى في الاستحقاق المقبل بإذن الله. الرسالة الثالثة رسالة للمرأة الموريتانية، فالنساء يشكلن نسبة تزيد على 52% من مجموع سكان هذا البلد، مما يعني أن المرأة تزيد على نصف ساكنة هذا البلد. نعم، ولها اليد الطولى على النصف الباقي لكونها هي المربية، هي التي تصنع الأجيال، فالأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. نعم، فالمرأة إذن هي كل المجتمع، وهذا يجعل عليها عبئا كبيرا. إن التغيير يعود إليكن، فإذا أردتن التغيير بإذن الله سيتحقق ذلك التغيير، لأن المرأة حاضرة والمرأة موجودة، موجودة بعددها، موجودة بتربيتها، موجودة بكلمتها، موجودة بصبرها. فلا بد إذن للمرأة الموريتانية أن تصنع التغيير في موريتانيا بإذن الله. أقول للمرأة الموريتانية كذلك إن المرأة بالنسبة لنا في تواصل هي ركن المجتمع الأهم وأساسه المكين، فلا تقدم ولا تنمية ولا ازدهار بدون مشاركة المرأة، بدون أن تنال المرأة مكانتها اللائقة بها في مضمار البناء والمسؤولية وفق ما تمليه ضوابط شرعنا وديننا الحنيف. إن العمل على أن تنال المرأة مكانتها اللائقة في مستويات القرار المختلفة ومعالجة الاختلال القائم بتغييبها أو الحد من حضورها بشكل أو بآخر هو يشكل أولوية من أولوياتنا، وندرك ضرورته وأهميته من أجل تحقيق أهدافنا في تنمية البلاد وتقدمها وازدهارها ورخائها، وهو هدف لن يتحقق دون عمل الجميع من أجله. كما أن من حق المرأة وواجبها علينا أن نسن القوانين الموافقة لشرع الله
الرادعة لمنع أي اعتداء أو تجاوز مادي أو معنوي في حق المرأة، وأن نشجع المشاريع الخاصة بها، وأن تكون الأولية تكون لها الأولوية في الرعاية والدعم، وخصوصا للمرأة الريفية نشجعها على الاستقرار في أماكن سكنها الأصلية، ونعزز دور التنمية في أماكنها الأصلية. إننا ندرك أن شريعتنا الغراء منحت المرأة حقوقها وأناطت بها نفس الواجبات التي أوجبتها على أخيها الرجل، مع مراعاة خصوصية كل منهما في بعض المجالات، وفي توازن وتناغم مع الفطرة البشرية ومع مقومات الشخصية الحضارية لنا. الرسالة الرابعة هي رسالة الإصلاح، رسالة التغيير. لقد اختار التواصليون لمشروعهم من أول يوم أن يكون مشروع إصلاح، فهم يدركون حجم تحدي الفساد الذي ينخر كل مفاصل الحياة، وأنتم وكل الشعب الموريتاني يدرك أن الفساد قد انتشر في التسيير والتدبير بمستويات قياسية بعضها غير مسبوق، وربما طوعت القوانين واللوائح والمساطر لتفسح له المجال، وجاءت التعيينات ممكنة للمفسدين في عمليات تدوير لم تتوقف رغم موجات الاستنكار ودوام المطالبة بالتوقف عنها. ولا بقاء للبلاد ولا استمرار للدولة من دون إصلاح حقيقي وجذري، ولذا اختار التواصليون الإصلاح هدفاً لهم وأولوية من أولوياتهم. إننا في تواصل نعتبر أن واقع البلاد بحاجة ماسة إلى التنمية وإلى جهد استثنائي لتغيير وتطوير كل مجالات الحياة، حتى يؤتي الإصلاح أكله ويكون للخطط والبرامج والمشاريع والميزانيات بأطوال قابلة للإنتاجية. إنما يحتاجه شعبنا اليوم ونعمل عليه في تواصل هو بعض إرادة جادة للإصلاح، وإعادة الروح لهذا الشعب ولقواه الحية خصوصاً، وإحياء الأمل في التغيير، وأنه ممكن بل قريب لو خلصت النيات، وصدقت الإرادة وتوحدت جهود المصلحين في هذا البلد وفي مقدمتهم وطليعتهم نساء تواصل وشباب تواصل وشيوخ تواصل. إننا نقولها الآن وانتبهوا معي جيدا، كما قلناها سابقا ونعلن للشعب وباسم الشعب، أن حان وقت الإصلاح والتنمية. نقولها الآن كما قلناها سابقا ونعلنها للشعب وباسم الشعب، أن حان وقت الإصلاح والتنمية، أن حان وقت التغيير الجذري واستعادة الشعب لسيادته وقراره وتخلصه من أنظمة الفساد التي سامته سوء العذاب طيلة العقود الماضية. هل توافقون؟ هل حانت لحظة الإصلاح والتغيير؟ هل حانت لحظة استعادة الشعب لسيادته وقراره وتخلصه من أنظمة الفساد؟ نعم، حان الوقت. قولوا جميعاً: حان الوقت للتغيير والإصلاح. حان الوقت لأن نزيح عنا هذه الأنظمة. حان الوقت لأن نقيم العدل والقسط بين الناس. حان الوقت لتحكيم شرع الله في أرض الله. حان الوقت أن تبقى الثروات لهذا البلد وأهله. حان الوقت أن نقبض بيد من حديد على المفسدين وعلى أغيال المفسدين، وأن نقوم بالقسط والعدل والحق بين الناس. حان الوقت أن تكون موريتانيا جمهورية إسلامية باللفظ وبالعمل، لا شعارا يقال وكلمة تكتب،
حان الوقت أن يصل المصلحون إلى سدة الحكم في هذه البلاد، وأن ينعم الناس بالرخاء، وأن يجدوا ثرواتهم كاملة غير منقوصة. حان الوقت أن يحكم هذا الشعب من قوم يخافون الله سبحانه وتعالى ويقيمون العدل والقسط بين الناس. آخر الرسائل، وعلي أطرت عليكم وما كنت أتمنى أن أطيل عليكم، أعتذر عن الإطالة. آخر الرسائل أقول لكم فيها: إننا ندرك وندعو الشعب الموريتاني أن يدرك أن صناعة التغيير وكسب الرهان ليس جولة سياحية. ندرك وندعو الشعب الموريتاني أن يدرك أن صناعة التغيير وكسب الرهان ليس جولة سياحية ولا تنظيرا طوباوية ولا ضوضاء لأحلام ومشاعر الشعوب ولا مخاطبة للجمهور بما يريد، وإنما هو عمل جاد. فهل أنتم مستعدون لذلك العمل الجاد؟ التغيير لا يصنع إلا بالعمل الجاد. من يريد التغيير عليه أن يقف، عليه أن يحدث بنفسه بأن هذه الإرادة الجادة موجودة في نساء تواصل، في رجال تواصل، في شباب تواصل، في فتيان تواصل. سيقيمون عملهم ويواصلون الليل بالنهار من أجل إحداث التغيير الديمقراطي بإذن الله في هذا البلد. إنما هو عمل جاد وتخطيط واعٍ وبذل وتضحية ميدانية، وقبل ذلك وبعده وأثناءه إخلاص لله سبحانه وتعالى. أخلصوا النية في أعمالكم واجتهدوا على تنفيذ برنامجكم، وسيكون النصر بإذن الله حليفكم. إنما هو عمل جاد، هذا العمل الجاد يحتاج إلى إخلاص لله تعالى وصدق في النية، نية إقامة العدل والقسط بين الناس في هذه البلاد وعلى هذه الربوع، وخدمة هذا الشعب وبناء هذا الوطن الحبيب. إنها إرادة جادة وسعي صادق وبذل متواصل وعمل لا يكل، فالله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نعم إن سنن الكون، نعم إن سنن الكون لا تحابي أحدا، والله معكم ولن يتركم أعمالكم، والنصر حليفكم. والسلام عليكم ورحمة الله.